السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ معكم أخوكم موسى من قناة جيمز ستيشن. أول حاجة يا شباب اعذروني على صوتي بسبب الزكام الحاد. ثاني حاجة اليوم جايب لكم اللعبة التالية اللي راح تكون مجانية على ستيم مع الأونلاين. طبعا هذه اللعبة اللي هي بلاك لايت. اللعبة أنا جربتها، اللعبة ممتازة يعني للأشخاص اللي ما يقدروا يعني يحملوا ألعاب أو يشتروا ألعاب يعني بمبالغ كبيرة، فهذه اللعبة يعني ممتازة لا بأس فيها، بس يعني ما أقارنها بلعبة وارفيس. وارفيس لعبة جدا قوية، هذه اللعبة يعني متوسطة، بس راح تشوفوها مع بعض. اليوم راح أشرح لكم طريقة تحميل اللعبة مع طريقة تسجيل في الموقع ولعب اللعبة أونلاين. طبعا أول حاجة يا شباب راح يحتاج لك برنامج ستيم، حطيت لكم الرابط، تنتظر 5 ثواني وتضغط على تخطي الإعلانات. راح يحولك على ستيم، تضغط على انستول ستيم، تحمله وتثبته على جهازك وراح يثبت بكل سهولة. بعد كذا يا شباب راح نحتاج ان نسوي حساب في ستيم، تنتظر 5 ثواني وتضغط على تخطي الإعلانات وراح تفتح لك الصفحة. تسجل لك اللي هو الاسم اللي راح تستخدمه والباسورد، وتعيد كتابة الباسورد، تحط الإيميل وتعيد كتابة الإيميل وتحط الكلمة اللي تبيها إذا حبيت تغير من هنا، وراح تغير الكلمة معك. وبعد كذا تنزل للخلف وتحط صح وتضغط على كريت ماي اكاونت، يمكن يجيك ايميل على ايميلك عشان تفعل. بعد كذا يا شباب راح نروح لموقع اللعبة. طبعا اللعبة على ستيم راح تكون كذا بهذه الصفحة، ننتظر شوي. هذه هي اللعبة، بس ما تحملها من هنا، راح اعلمك كيف تحمل اللعبة. تمام يا شباب، بعد كذا راح نروح للتسجيل في الموقع. راح احط لكم رابط، تنتظر 5 ثواني وتضغط على تخطي الاعلانات. بعد كذا تروح لكلمة الريجستر. تمام يا شباب، وراح يفتح لك صفحة، تكتب الايميل حقك هنا وتكتب الاسم اللي راح تستخدمه وتضغط على نيكست. انا بسجل يا شباب من قبل، اذا حبيت تسجل عن طريق الفيس او تفتح عن طريق الفيسبوك يصير، تضغط على اللوجن وتفتح عادي. طبعا انا بسجل من قبل حساب، راح اسجل حساب اخر عشان اعلمكم الطريقة يا شباب. الحين هو تأكد ان الايميل مو مسجل من قبل، وتكتب ديسبلاي نيم. طبعا راح نسجل هذا الاسم ونضغط على نيكست. ما يصير هنا تسجل لهذه العلامة، راح نسجل بدالها 22 هنا ونضغط على نيكست. نضغط نيكست، ايوه راح يعطينا الحين الباسورد. تسجل لك باسورد وتعيد كتابة الباسورد وتسجل الشهر، طبعا اي شيء سجل، واليوم والسنة. اليوم مرة زكام، زكام حاد، زكام مرة حاد. على العموم حط هنا صح وهنا صح وتضغط على الريجستر وتنتظر شوي لحد ما يجيك مسج على الايميل. يو اكاونت، يعني خلاص تم بنجاح كاتب لي. ولو تلاحظوا ظهر لي هنا، شوف انا ايش كتبت الاسم، ضيعت في الاسم، مو مشكلة، اصلا اللعبة انا ما العب فيها. على العموم يا شباب هذا مجرد شرح. راح اسجل خروج. الحين تروح لستيم من عندك بعد ما ثبته وتكتب هنا اللعبة بلاك ال. اول ما تكتب ال راح تظهر اللعبة معك، هذه هي، وتضغط عليها كذا. الحين ننتظر لحد ما يدخلنا اللعبة. طبعا اللعبة محملها، كاتب لي الليبرتي او ليبري سوري في المكتبة. اكرهها لما ما يدخلني، ما يعطيني اللعبة. الله شفيك. العموم يا شباب تنزل لتحت، الحين هي موجودة معي على المكتبة حقي، هذه وين مثبتة اللعبة، كاتب لي اوريدي. طبعا تنزل انت تحت تكتب على بلاي، او سوري تضغط على بلاي جيمز، على طول راح اللعبة تثبت معك بهذا الشكل، وراح تجيك ايقونة على سطح المكتب. اول ما تشغل اللعبة راح يطالبك بالايميل والباسورد. طبعا اذا في ابديت راح يكتب لك هنا ابديت، انا كتب لي ابديت تقريبا حجمه 1.7 جيجا بايت وانتهى. تحط تسجل دخول
بالإيميل اللي قبل أنت سجلت فيه دخول في الموقع، وتسجل الباسورد وتضغط على لوجن وتنتظر شوي لحد ما يدخلك على الصفحة. بعد كده تضغط على بلاي وراح يدخلك للجيمز وتنزل الصفحة لتحت. الحين راح يدخلنا للعبة، خلونا نشوف يا شباب. شبه وصلنا للنهاية يا شباب، أتمنى المقطع ينال إعجابكم، وأتمنى يكون الشرح سهل، واعذروني على صوتي لأني مزكم كثير كثير اليوم، بس حبيت أنزلكم شيء عشان ما أهمل القناة ويبدأ الشعب يعني يحط كومنتات مو حلوة. أدري فيكم، أدري فيكم، أنا أدري فيكم، أدري. على العموم ننتظر لحد ما تبدأ اللعبة. طبعا اللعبة تدعم اليد يا شباب وتدعم الكيبورد مع الماوس، لازم يكون عندك الإنترنت ممتاز عشان يسجل لك دخول. الحين هو راح يسجل دخول. راح يطالبك بتسجيل اسم هنا، بسجل لك اسم. مثل ما لاحظتوا يا شباب سجلت اسم. اعتقد في البداية لازم انك تلعب هذا واللي شو اسمه الريزن، ما اعرف شو. ترجع الريزم ليف ماتش، خلنا نسوي ليف ماتش احسن. اكسبت. الحين راح يدخلني للصفحة الرئيسية، وتسوي اكسبت وتجي للكويك جوين. الحين هذه بياناتك كامل، تجي للكويك جوين. طبعا في البداية اللي سويته انا كان هو تختار الشخصية، تبي امرأة يعني او رجال، وتختار لك الاسم اللي راح تلعب فيه. طبعا الحين كويك جيم لو تلاحظوا فيه الاشخاص اللي يلعبوا هذول ستة، ننتظر لحد ما يدخلنا اللعبة. طبعا هنا تغير السلاح اللي تبي. الحين راح يدخلني للعبة، ننتظر شوي. الحين يسوي دخول للأونلاين، هذا هو، ونضغط على البين جيم. الحين دخلني للعبة، وخلونا نشوف يا شباب. بسم الله، اللعبة الصراحة ممتازة، بس يبيلها شوي، فيها صعوبة وتموت بسرعة وكذا، فيبيلها شوي وقت يعني لحد ما تتعلم اللعبة. اللعبة مثل ما خبرتكم يا شباب تدعم اليد، تدعم الكيبورد مع الماوس. طبعا لما تلعب خلك على الجوانب، لا تروح في الوسط وتودي نفسك في داهية. اوكي، والله انهم يلعبوا يعني يلعبوا الصراحة. طبعا انا وطيت على الصوت بالكامل على فكرة عشان اقدر اتكلم. انا حاس ان احد بيجي. اوه هذا معنا، سوري سوري يا حبيبي، سوري، ما تزعلش. اوه اوكي، والله في حاجات حلوة. خلنا ادخر.
اشوفهم يتذابحوا، والله ما ادري وينهم. يلا، ما في ماب، ما في شيء، ما في خريطة، ما في زين. اوكي، الماب الخريطة كلها واحد نفس الشيء يعني. احس في احد راح يجي من خلفي. اوف، ذبحها يا حبيبي، ذبحها هيد شوت. ايوه يا حبيبي، هذا الاول تم بنجاح. ايوه، وهذا الثاني. والله ان لعبة قادحة، لعبة قادحة يا حبيبي. حلو، ثالث كل، ثالث الثالث 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 الثالث. والله اني لعيب طلعت وانا ما ادري. ما راح اطول عليكم يا شباب. في احد نزل؟ ما راح اطول، ودي اطول معكم بس شو اسمه، ما ودي الفيديو يعني يصير اكبر من كذا. وهذا الرابع، وخلونا نشوف الخامس. راح يجي الخامس يعني. راح يجي الخامس، راح يجي ان شاء الله، راح يجي. والله تصدقوا يا شباب، كنت ابي احذف هاللعبة بعد ما اشرحها، وشكلي ما راح احذفها لانها عجبتني واشوفها ممتازة. فخلونا نشوف بعدنا، يمكن نلاقي احد هنا. اوه، تعال 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 تعال. ايوه، هذا الخامس، وذبحوني غدره، ذبحوني غدره. على العموم يا شباب، اتمنى المقطع يعجبكم والشرح يكون سهل لكم، واتمنى تحطوا لايك مفضل قدر ما تقدروا، واللي مو مشترك في القناه يشترك لان القادم افضل باذن الله. كان معكم اخوكم موسى من قناه جيم ستيشن، واشوفكم على خير.